طيب قبل حوالي ساعتين الا ربع او ساعتين الا 10 دقائق من مباراه الاهلي وبايرن ميونخ، عندنا لقطات حصريه من توافد جماهير النادي الاهلي الى استاد احمد بن علي في ملعب نادي الريان استعدادا لخوض هذه المباراه. زي ما انتم شايفين طبعا توافد جماهير النادي الاهلي ورابطه المشجعين استعدادا لمؤازره الفريق ومساندته. عدد جماهير النادي الاهلي المتواجد في الملعب النهارده سيتخطى اكتر من حوالي من 8 الى 10000 متفرج. السمه الغالبه هتكون لجماهير النادي الاهلي. بشكر بالتاكيد رابطه المشجعين، بشكر بالتاكيد الزميل العزيز الاعلامي القدير والكاتب الصحفي الاستاذ محمد الجزار، عامل تغطيه متميزه وبعت لنا طبعا كل الفيديوهات للجماهير. الجماهير حتى موجودين في المترو بيقولوا هناك طبعا في ارض المونديال الخط الاخضر، لكن الخط الاخضر النهارده اكتسى باللون الاحمر تشجيع النادي الاهلي زي ما انتم شايفين وهم رايحين لاستاد احمد بن علي استعدادا لمؤازره ومسانده الاهلي في هذه المباراه الكبيره. باذن الله ان شاء الله هكون معاكم بكره، وباذن الله نحتفل بالتاهل. كل شيء بيد ربنا سبحانه وتعالى، التوفيق باذن الله هيكون ان شاء الله يكون حالفنا. الناس بتستعد والناس بتشتغل، وفي النهايه التوفيق من عند ربنا. الناس كلها عملت اللي عليها، وصلت لمرحله متميزه، نصف نهائي كاس عالم، العالم كله بيتكلم عن بطل افريقيا، لان احنا ملوك اللعبه. شكرا لحضراتكم والى اللقاء. احنا ملوك اللعبة، احنا بنعليها، احنا بدعنا الصنع، انتم جايين بعدينا، احنا نهد جبال، اسأل يا ابني علينا. الاهلي سيد القارة واتقال واحد فيها، بطولة يمين بطولة شمال، كله عالسكة وشغال، بالضربة القاضية هتتشال. الاهلي معلم اجال، مفيش تعب بيأثر فينا، احنا تاريخنا بيحكي علينا، الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا.